يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الترند، اولى حلقات الاسبوع. دايما بيكون عندنا اخبار وكواليس كتير وتفاصيل مهمه جدا هنتكلم فيها على مختلف الاصعده، سواء عالميا ومحليا، واكيد كل جديد يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الاهلي من خلال فقرات مختلفه على مدار حلقة الترند النهاردة. فبالتالي تابعونا لحظة بلحظة لأننا عندنا كلام كتير وتوضيح مهم جدا بخصوص بعض الأمور اللي بتتعلق تحديدا بالنادي الأهلي. وأكيد هنتابع مباريات كاس العالم، وبالتحديد كمان المباراة اللي بتتلعب وتنتهي في هذه اللحظات تقريبا ما بين السعودية وبولندا، وسوء حظ غريب للمنتخب السعودي. هنتكلم عن المباراة دي بشكل كبير جدا، لكن أكيد كمان بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. وفي رأيكم بعد ما كل الناس اتفرجت على كل منتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، مين المنتخب الأوفر حظا للفوز بالمونديال؟ هناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الأهلي. الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للمقاولون غدا. وفي ترند المونديال، الإثارة تتواصل في كأس العالم. وكمان تونس تسقط أمام أستراليا. طيب النهارده مباريات كتير في كاس العالم، مش كتير يعني كالعاده كل يوم اربع مباريات في كاس العالم، ودي الحاجه المميزه بالنسبه لنا كعشاق لكره القدم، ان انت مثلا ايه تصحى الصبح كده الساعه 12 ماتش، الساعه 3 ماتش، الساعه 6 ماتش، الساعه 9 ماتش لغايه لما تنام يعني. فدي حاجه يعني الناس اللي بتحب الكوره قوي تبقى مبسوطه من الاجواء دي والتوقيت ده، وخصوص كاس العالم والمباريات اللي بتبقى طول اليوم دي حاجه بتبقى رائعه في الحقيقه. فالنهارده المباريات كانت مهمة جدا، وكانت أولى المباريات في المونديال النهارده ما بين تونس وأستراليا. تونس للأسف الشديد جدا تعرضت للهزيمة بنتيجة 1-0، أداء مش جيد من المنتخب التونسي، إدارة فنية سيئة للغاية بمنتهى الصراحة والوضوح، وأسماء تقيلة قوي على الدكة لم يلجأ إليها المدير الفني للمنتخب التونسي، فكانت النتيجة الخسارة. وهنتكلم عن المباراة دي كمان بالتحديد. أما مباراة اللي بتتلعب في هذه اللحظات وبتنتهي خلاص، انتهت بشكل رسمي، هي مباراة السعودية وبولندا، والتعادل أو عفوا بولندا قدرت أن هي تفوز بنتيجة 2-0 بعد أداء أكثر من رائع من المنتخب السعودي. هنتكلم برضو عن المباراة دي. الساعة 6 مباراة فرنسا والدنمارك، والساعة 9 الأرجنتين مع المكسيك. مباراة قوية جدا، منتخب الأرجنتيني محتاج أن هو يكسب هذه المباراة بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي الشقيق. أما بطولة كأس مصر فالنهاردة مباراة وحيدة ما بين الزمالك والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي، ومباراة ابتدت خلاص في هذه اللحظات الساعة 5 بالظبط، يعني بقى لها 3 دقائق. يعني دي أهم وأبرز مباريات اليوم. لسه بقى عندنا كواليس وتفاصيل كتير جدا هنتكلم عنها، وهنبتدي بكأس العالم عشان نتفرغ بقى للحديث عن استعدادات الأهلي الأخيرة اللي بتتم في اللحظات دي لمباراة الغد الهامة جدا أمام المقاولون العرب. استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. سوء حظ غريب للمنتخب السعودي النهاردة الحقيقة، أو في الحقيقة يعني الواحد زعلان جدا جدا على هزيمة السعودية أمام بولندا، هزيمة غير مستحقة بالمرة بنتيجة 2-0. هتقولي إزاي 2-0 والنتيجة غير مستحقة؟ هقول لك ضربة جزاء ضايعة من سالم الدوسري، فرص قد كده في الشوط الأول والشوط الثاني المنتخب السعودي ما كانش فيها أي نوع من أنواع التوفيق يعني. النتيجة في الآخر بغلطة كمان من البريك في الدقيقة 85 تقريبا أو 84 من الشوط الثاني يعني من أحداث المباراة. غلطة بيستغلها ليفاندوسكي بيحط هدف، فبالتالي القصة اتقتلت خالص في آخر الدقايق اللي كانت قريبة جدا فيها السعودية إن هي تحقق التعادل. لكن للأسف الشديد ما كانش في توفيق النهارده. المنتخب أدى حتى الآن بطولة أكثر من رائعة ومن أبرز منتخبات بطولة كأس العالم هذا العام يعني. المنتخب السعودي ماتش مبهر قدام المنتخب الأرجنتيني المرشح للفوز باللقب، وماتش مبهر كمان النهارده والله بجد قدام المنتخب الهولندي ما كانش فيه توفيق خالص يعني. البداية كانت من المنتخب البولندي اللي جاب هدف في الدقيقة بالظبط 39 من أحداث المباراة والشوط الأول تحديدا، جابه سيلينسكي
وكان الهدف التقدم، بعد كده ضربه جزاء للمنتخب السعودي، ضربه جزاء مستحقه شاطها سالم الدوسري، صدها تشيزني، كانت المفروض تتعاد لان رجلين الاثنين متقدمين على الخط، لكن للاسف الفار ما عرفش كان ايه دوره هنا، ازاي ما رجعوش للعبه اللي زي دي. لكن سالم حرام يا سالم، يعني كنت اتمنى ان هو ما يشوطهاش، حتى قبل ما يشوطها قلت بلاش سالم، لكن هو طبعا لعيب كبير، بس يعني كنت حاسس، كان عندي احساس بصراحه انه هيضيعها. تترد شوطها برضو لاعب سعوديه، صدها تاني تشيزني اللي تالق جدا في الكره دي، بغض النظر عن ان هي كانت لازم تتعاد بصراحه، لكن الفار ما كانش موجود للاسف الشديد. ماتي كاش برضو يستحق كارت احمر بعد انذار اولاني خده، كان محتاج او كان يستحق كارت احمر كمان مباشر في تدخل بالكوع كده مع لاعب المنتخب السعودي، لكن برضو الفار ما استدعاش الحكم. وبعد كده الشوط الثاني المباراة كانت في اتجاه، يعني شبه اتجاه واحد المنتخب السعودي، فيما عدا كورتين جم في القائم والعرضة بالنسبة للمنتخب البولندي، لكن المنتخب السعودي طول المباراة ماسك كورة، طول المباراة رايح على الجون، طول المباراة بيهدد مرمى تشيزني، لغاية لما جه الهدف في الدقيقة 82 بالظبط ليفاندوسكي من غلطة للبريك، واحد من نجوم البطولة والله عامل ماتشين حلوين قوي، لكن للأسف برضو سوء حظ كبير جدا في اللعبة دي اللي كانت على حدود منطقة الجزاء السعودية، استغلها ليفاندوسكي عشان يحرز هدف يعني كان منتظر بالنسبه له، بقاله فتره ما جابش اهداف في كاس العالم، فده اللي ادى لنتيجه يعني مفاجاه بعد الاداء المبهر للمنتخب السعودي، نتيجه 2-0 المنتخب البولندي. لكن هنا الرساله للمنتخب السعودي الشقيق وللجهاز الفني المحترم، الجهاز الفني الصح اللي تم اختياره بعنايه، الجهاز الفني اللي يستحق ان يكون موجود ويستحق كل الدعم، هيرفي رينار وجهازه المعاون بكل تاكيد. يا جماعه السعوديه لسه ما خرجتش، يعني الهدف لسه ممكن يتحقق بانك تتاهل للدور المقبل. السعوديه 3 نقاط، فازت على الارجنتين في المباراه الاولى، النهارده بولندا هي المتصدره المجموعه برصيد 4 نقاط، اتعدت مع المكسيك في المباراه الاولى وكسبت السعوديه النهارده 2-0، بتقترب بشكل كبير جدا من التاهل. لكن عندها مباراه قويه للغايه امام المنتخب الارجنتيني في الجوله الثالثه الاخيره. المنتخب السعودي هيقابل المنتخب المكسيكي، تقدر تكسب المكسيك. اللي يكسب الارجنتين يقدر يكسب اي حد. فلسه يعني لازم يكون في تركيز، ما يحصلش نوع من انواع الاحباط عند المنتخب السعودي، بالعكس لازم كل الدعم والمسانده، لان لسه ده كاس عالم، وارد تكسب وارد تخسر وكل حاجه، بتلعب منتخبات مصنفه حاجه جامده قوي يعني. فالسعوديه بالمستوى اللي احنا شفناه النهارده والله يستحقوا جدا جدا يتاهلوا، باذن الله يتاهلوا من خلال مواجهه المكسيك النهارده. المكسيك هتلعب مع الارجنتين الساعه 9 بالليل، الارجنتين اعتقد بنسبه كبيره جدا هتكسب، فبالتالي المكسيك هيفضل عندها نقطه واحده، هيبقى عندها امال لسه في التاهل. لو فازت على السعوديه فالمباراه هتبقى ناريه ما بين السعوديه والمكسيك، لكن يقدر المنتخب السعودي باذن الله بمزيد من التركيز وانهاء الفرص بشكل افضل، تقدر ان انت تحقق الفوز وتتاهل وتحقق احلام كل العرب. وكل الدعوات للمنتخب السعودي الشقيق بعد الاداء المبهر النهارده. دي المجموعة بتاعت المنتخب السعودي، كده بولندا بقوا في المركز الأول 4 نقاط، السعودية في المركز الثاني 3 نقاط، قبل المباراة اللي هتتلعب النهاردة بالليل ما بين المكسيك والأرجنتين، المكسيك نقطة والأرجنتين من غير ولا نقطة، لكن هم لسه ناقص لهم مباراة فرق عن، أو بولندا والسعودية لعبوا مباراة زيادة فرق عنهم اللي يعني هم هيحصلوها النهاردة بالليل. لكن كل التوفيق والدعوات بإذن الله للمنتخب السعودي اللي أبهرنا من خلال مستوى رائع على مدار البطولة والله كلها. الواحد زعلان قوي على الهزيمة النهاردة للأسف الشديد، لأن هي هزيمة غير مستحقة بالمرة للمنتخب السعودي، لكن إحنا لسه فيها، نقدر يا رجالة نقدر نتأهل بإذن الله من خلال مواجهة المكسيك. لكن تعالى على الصعيد الآخر والمنتخب التونسي الشقيق، وانا بحب تونس جدا دايما، كل فرصه استغل الفرصه واقول يعني ان انا بحب تونس جدا، لكن للاسف الشديد يعني اداره فنيه سيئه جدا للمنتخب التونسي، مدير فني مع كامل احترامي ليه تمام لا يستحق ان هو يقود المنتخب التونسي فنيا بالمره. لما يكون عندك، هما طبعا خسروا النهارده 1-0 قدام استراليا يعني، لكن لما يكون عندك بره علي معلول والجزيري وبتقعد فرجاني ساسي والخزري بره، وبتقعد كمان حنا بعل، وبتقعد محمد علي بن رمضان، وبتقعد ناس تقيله جدا جدا على الدكه، امال مين اللي يلعب يا جماعه؟ يعني في المنتخب التونسي مين اللي يلعب؟ اما كل الناس دي على الدكه ما نزلش منهم غير وهبي الخصري بس. طب مين اللي يلعب يعني؟ طب حتى نزل معلول والجزيري، الجزيري افضل بكتير من طه ياسين الخنيسي اللي نزل في الشوط الثاني، وافضل بكتير من الجبالي اللي هو بيلعب اساسي اصلا، افضل بكتير، لعيب بيهد في الدفاع، لعيب سرعته ممتازه. علي معلول بحلول يقدر يعمل لك حاجات كتير جدا في الشق الامامي، حتى استغلهم في الشوط الثاني يا راجل. يعني مش معقول قايمه المنتخب التونسي قايمه جيده بس قاعده على الدكه.
قايمة جيدة قاعدة على الدكة مش موجودة، ما بيستعينش محمد علي بن رمضان هذا اللاعب الموهوب جدا جدا في تونس، وأبرز لاعبي نادي الترجي، ولاعب من اللاعبين الممتازين في نص الملعب، يبقى قاعد دكة ليه؟ يعني أنا مش قادر أفهم. طب حتى استخدم الناس دي في الشوط الثاني، لا محمد علي بن رمضان ولا علي معلول ولا جزيري ولا فين، يعني أنا مش فاهم بصراحة. سواء مباراة الدنمارك كان يقدروا إن هم يكسبوا، لكن لو في إدارة فنية وفي شوية جرأة، هو ده اللي بينقصنا بينقصنا كلنا كعرب، ان يبقى عندنا شويه جرأه. يا جماعه احنا رايحين نلعب كاس عالم، مش عايزين ناخد البطوله، احنا مش هناخد البطوله، اي منتخب فينا صعب حاليا ياخد البطوله، حلم ممكن يحصل قدام، الله اعلم ممكن ايه اللي يحصل في الكوره يعني، لكن العب للمتعه، العب وبين امكانياتك وبين الكوره اللي عندك والعب كوره يعني. المنتخب التونسي مستني ايه يعني؟ انت قلقان؟ طب ما انت خسرت برضه للاسف الشديد يعني. فبصراحه اداره فنيه، فكروني يا جماعه باسم المدير الفني يعني، إدارة فنية سيئة جدا، والواحد زعل قوي 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 على المنتخب التونسي بعد الأداء، سواء في مباراة الدنمارك، والناس كانت مهولة قوي في التعادل، وإن الدنمارك منتخب تقيل، والله ما تقيل في المتناول. منتخب الأسترالي في المتناول جدا، خسر من فرنسا 4-1. طبعا فرص تونس بقت صعبة للغاية، هي موجودة بس تكاد تكون مستحيلة، لأن الماتش الجاي مع فرنسا. المدرب جلال القدري بصراحة يعني مع كامل احترامي لشخصه، بس مفيش أي نوع من أنواع الإدارة والحنكة في الفنيه في المباريات خالص خالص يعني في الماتشين. فالفرص بقت صعبه، هتلعب مع فرنسا، فرنسا فريق بطل العالم، هيكسبوا النهارده الدنمارك، الماتش كمان شويه الساعه 6، وبعدين خلاص الامور بالنسبه لهم صعدوا، بس برضه هيبقى صعب على المنتخب التونسي ان هو يفوز على فرنسا عشان يحافظ على اماله ويشوف بقى الحسابات في الاخر، هيبقى الموضوع صعب جدا. فالمنتخب التونسي بيقرب جدا من الخروج من بطوله كاس العالم بسبب اداره فنيه سيئه للغايه وعدم جراه واضحه جدا عند عناصر المنتخب التونسي الشقيق، هو يوسف المساكني اللي فيهم بصراحه من اللي بيلعبوا، لكن في لعيبه تقيله قاعده على الدكه ما بيستخدمهاش، هيستخدمها امتى؟ بعد ما تخرج من المونديال، حاجه منتهى غرابه يعني. هارد لك طبعا، هارد لك طبعا للمنتخب التونسي وللشعب التونسي الشقيق، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في القادم. ده بخصوص مباريات كاس العالم وابرزها النهارده، ولسه طبعا كاس العالم ممتع ومثير للغايه ومباريات قويه جدا بتلعب يوميا يعني. طيب نروح بقى للنادي الاهلي، لان والله العظيم بجد حتى لو احنا بنتفرج على كاس العالم ومتمتعين بكاس العالم، جمهور النادي الاهلي بالنسبه لنا احنا يعني كجمهور النادي الاهلي، حته ان يبقى في ماتش الاهلي وكمان بعد غياب، دي حاله خاصه يعني، حاجه خاصه جدا بالنسبه لنا يعني. لو مين بيلعب، لو بكره نهائي كاس العالم والاهلي بيلعب، بالنسبه لنا احنا كاهلاويه لا، ماتش الاهلي بيبقى طبعا هيبقى صعب التوقيت، يبقى في نفس التوقيت يعني، لكن في كل الاحوال مباراه مرتقبه جدا وننتظرها ما بين النادي الاهلي والمقاولون العرب. المباراه هتكون الساعه 5 مساء على استاد الاهلي والسلام في ربع نهائي بطوله كاس مصر. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، ان شاء الله كولر يكون استغل فتره التوقف افضل استغلال، ويكون هيئ لاعبيه بالشكل الامثل، وده اللي احنا طبعا يعني متفائلين بيه بشكل كبير ومتوقعينه بشكل كبير جدا جدا، لان معانا مدرب مميز للغايه ومعانا عناصر مميزه جدا من اللاعبين، عوده الدوليين بعد معسكر المنتخب وعوده بعض المصابين ابرزهم حمدي فتحي وعبد المنعم وعدد ديانج والسوليه، لان برضو ديانج والسوليه كانوا مصابين. بيغيب ابرز الغيابات بالنسبه لك علي معلول، متولي برضو لسه الاصابه، ان شاء الله يحاول يلحق خلال الفتره اللي جايه، واعتقد ان هو بيقترب جدا من اللحاق بالمباريات الاهلي في بطوله الدوري، لكن خلينا ننتظر ونمشي معاه واحده واحده عشان الاصابه ما تتفاقمش او ما تتجددش يعني في العضله الخلفيه، لكن الامور جيده كمان بالنسبه لمتولي. فبكره ان شاء الله هتبقى مباراه قويه جدا، والمران يمكن في هذه اللحظات بيبتدي هناك في استاد مختار التتش، مران هيكون مهم، بعديه يتم الاعلان عن قائمه الفريق لمباراه بكره، وان شاء الله يستعد الاهلي بشكل جيد، وهيكون عندنا كواليس مهمه كمان شويه من استاد مختار التتش بخصوص الاستعدادات الاخيره وكواليسها بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه بكره قدام المقاولين العرب في ربع نهائي بطوله كاس مصر الموسم الماضي، طبعا مش الموسم الحالي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه طبعا صعبه يعني، انت هتلاعب المقاولين فرقه محترمه جدا مع كابتن شوقي غريب، مدرب بخبرات كتيره، وفي نفس الوقت ماتشات كاس مصر يعني مش مضمون اي حاجه، فلازم يكون احنا مركزين بشكل كبير، لازم نقدر ان احنا نحسب الامور بشكل مبكر، يبقى افضل بكتير برضو، لان كل ما الاوقات بتروح بيك يعني مده كبيره من المباراه، فبالتالي الامور بتتصعب والقصه ما تبقى سهله، فبتخلي في ثقه وفرص كبيره جدا عند المقاولين العرب في مباراه زي دي. ان شاء الله نحاول نحسم الامور بدري بدري، ان احنا نقدر على كده، وعندنا فرقه مميزه وعايزين نكمل الانطلاقه يعني. في مرحله اولى خلصت بالنسبه للنادي الاهلي من خلال الفوز في 6 ماتشات مع بدايه الموسم، سواء افريقيا او محليا او حتى على مستوى السوبر المصري،
بتفوز ب6 مباريات بشكل متتالي وبشكل مميز جدا خارج وداخل ملعبك. فدي مرحلة وانتهت على أكمل وجه، بس أنت في مرحلة تانية دلوقتي من الموسم، مهم جدا أن أنت تكمل البداية بتاعتك والانطلاقة المميزة. إن شاء الله بإذن الله متفائلين بالأهلي خير هذا الموسم تحديدا. طيب، لكن بمناسبة النادي الأهلي ودايما تلاقي فيه كلام كتير قوي على لعيبة الأهلي، وإن فلان جاله عرض وعلان عايز يمشي والتجديد ومش التجديد وده هيجدد وده مش هيجدد، وكولر قال لك لا أنا مش عايز أجدد لدول، وقال لك لا جدد لي لده. وإحنا داخلين على مرحلة معتاد فيها الكلام اللي زي ده، يعني خلاص على اعتاب شهر 12، فهيتبقى شهر يعني بالكامل على بدايه يناير، فمواعيد الصفقات والانتقالات والراحلين والكلام اللي زي من ده، فهتلاقي اشاعات كثيره جدا بتطلع. لكن احنا دورنا هنا ان احنا نوضح لحضراتكم كل تفصيله مهمه. امبارح الكلام كان على المره دي مين؟ محمد مجدي قفشه، وان في عرض من سلتيك الاسكتلندي، وان الناس مهتميه جدا بالتعاقد مع قفشه، وان 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 وان. حقيقه الامر ايه؟ اولا يا جماعه مفيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص محمد مجدي قفشه. طيب، لو في عرض رسمي بالنسبه لقفشه الموضوع مرفوض تماما. انا هنا هقول لك موقف النادي وموقف اللاعب كمان مش النادي بس. فلو في اي عرض بالنسبه لقفشه الموضوع مرفوض تماما بالنسبه لكولر. الراجل شايف ان قفشه لعيب مهم للغايه، لعيب مفيد بالنسبه له في خططه المختلفه المباريات، ولعيب اضافه قويه ومحتاجه ولا غنى عنه يعني. وقفشه طبعا عنصر مهم جدا، احنا خلاص خلال يومين داخلين على الذكرى بتاعه القضيه ممكن يعني بالمناسبه يعني. فبالتالي بغض النظر يعني قفشه ما شاء الله لعيب تقيل جدا جدا ومهم في وسط ملعب النادي الاهلي يعني. فحته الاهلي انه يبيع قفشه، اولا مفيش عرض، ثانيا الاهلي لن يترك قفشه للرحيل ابدا خلال الفتره الحاليه، ثالثا وهو موقف اللاعب، اللاعب نفسه متمسك بالاستمرار مع النادي الاهلي، ده امر محسوم بالنسبه للاعب، يعني حتى لو في عرض هنا او هنا اللاعب ما عندوش اي مشكله، بيقول يا جماعه انا موجود في الاهلي وعندي احلام كتيره وطموحات كتيره، انا بقول لك كلام انا عارف انا بقول لك ايه كويس جدا يعني. فاللاعب مهتم جدا بالاستمرار مع الاهلي، وما فيش اي نوع من انواع المفاوضات ولا اي نوع من انواع العروض اللي جت من نادي سلتيك الاسكتلندي او حتى غير سلتيك الاسكتلندي، ربما بقى مثلا وكيل يتكلم بتاع، لكن الكلام ده مش يعني لا يعتد به اطلاقا يعني. فده كمان موقف قفشه. طيب هديك الاكتر من كده، قفشه بيقترب جدا من التجديد مع النادي الاهلي وتمديد تعاقده، وده اللي بنسبه كبيره هيحصل في المستقبل القريب جدا، سواء هو او بعض اللاعبين. بالمناسبه قفشه لسه ناقص له سنه بعد السنه دي في عقده، يعني هو اول ما جبناه من بيراميدز مضى 5 سنين، عدى منهم 3، دي السنه الرابعه اللي احنا ابتديناها، فناقص له سنه بخلاف السنه دي. لكن بشكل مبكر الاهلي هيجدد له عقده بنسبه كبيره جدا، بخلاف الرباعي المعروف اللي عقده تنتهي مع نهايه هذا الموسم. ودي برضو جزئيه اخرى والشيء بالشيء يذكر ولازم نتطرق ليها، لان احنا قفلنا كده حته قفشه اللي هيجدد بنسبه كبيره جدا عقده مع النادي الاهلي، لكن فيما يتعلق برباعي الفريق اللي بتنتهي عقودهم مع نهايه هذا الموسم، فالاربعه هيجددوا عقودهم مع النادي الاهلي. ومفيش اي يعني قرار من كولر برحيل اي واحد منهم، بس خلي بالك معنى تجديد او مش معنى تجديد العقود ان هم هيستمروا مع النادي الاهلي، ركز في الجزئيه دي. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك ان في شهر يناير مستحيل اي حد يمشي، انت هتجدد قبل شهر يناير ومستحيل اي حد يمشي، لكن الله اعلم المستقبل هيبقى فيه ايه بعد نهايه هذا الموسم. في شهر يناير الاهلي مهتم بالتدعيم، ده امر مؤكد، يعني انت بتنافس على مختلف البطولات، مهم جدا ان انت تدعم بشكل قوي وتسد الثغرات اللي عندك عشان تقدر توصل للمراحل النهائيه، بس كده تقدر تفوز بالالقاب، وده طموح النادي الاهلي دايما وجماهيره يعني. فالامور ماشيه في الاتجاه اللي انا بقول لحضراتكم عليه، تجديد الرباعي مفيش واحد فيهم مش هيتم التجديد ليه، وده الاقرب بنسبه كبيره جدا، لكن ننتظر دايما الرسمي من خلال القنوات الرسميه للنادي الاهلي الاعلان عن كل ما هو جديد، احنا بس بنطمن حضراتكم بشكل كبير جدا. ده بخصوص كل ما يتعلق بالاهلي قبل ما اطلع الفاصل، لكن بعد الفاصل لسه كمان عندي جزئيه مهمه جدا، نشوف التدريبات والاستعدادات الاخيره لمباراه بكره ان شاء الله امام المقاولين، استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نروح لترند الاهلي ونشوف اهم الاخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا اللي بتخص الاهلي بالتحديد، ونبتدي بحساب اليوم السابع الرسمي على تويتر، واللي بيقول لك الاهلي يتدرب على ركلات الترجيح اليوم استعدادا لمواجهه المقاولين العرب، شيء مطلوب جدا ولا بد منه يعني تحسبا لاي سيناريو ممكن يحصل في المباراه، فلازم تكون جاهز لكل شيء، وده اكيد هيبقى حريص عليه جدا المدير الفني مارسيل كولر وجهازه المعاون في اطار الفقرات المختلفه اللي هتكون في مران الاهلي النهارده. لكن نروح كمان للوطن سبورت، واللي بيتكلموا على ان في فرصه جديده لرامي ربيعه في مباراه الاهلي ومقاولين العرب بكاس مصر،
الراجل حتى لما خد الفرصة في فترات كتيرة جدا كان أدى الفرصة بشكل كبير يعني. وادي مثلا دي الصورة دي كان في كأس العالم للأندية، خد نجم مباراة والمباراة الأولى أمام مونتريال اللي فاز فيها الأهلي بنتيجة 1-0 كأس العالم للأندية الأخيرة. الفترة اللي فاتت شارك بشكل جيد جدا في الفترة اللي كان غايب فيها العناصر الأساسية، شارك وقاد مجموعة من الشباب بشكل جيد. فبالتالي رامي موجود، مش يعني مش محتاج فرص كتير عشان يثبت جدارته بارتداء الفانيلا الحمراء، لكن اكيد عنصر من عناصر الخبره اللي قد يلجا اليها كولر في المباراه غدا. اما كوره ليفن وحسابهم على تويتر قال لك مفاجاه، بص بقى الحاجات اللي زي دي بقى مفاجاه، مارسيل كولر يوجه صدمه عنيفه لثنائي الاهلي المخضرم ويبلغ اداره القلعه الحمراء بموافقته على رحيلهم عن الفريق خلال الفتره المقبله، لكن بشرط وحيد. مين بقى هم ثنائي الاهلي؟ قال لك رامي ربيعه وايمن اشرف اللي عقدهم هتنتهي مع نهايه هذا الموسم الجاري، وقال لك ان كولر طلب اداره القلعه الحمراء تاجيل تجديد عقود الثنائي. الكلام ده يا جماعه مش حقيقي بالمره، بالمره يعني باكد، انا بقول لك دلوقتي معلومه مؤكده، الكلام ده مش حقيقي. بالعكس الاربعه اللي عقودهم هتنتهي واحنا لسه متكلمين في الجزئيه دي قبل الفاصل، الاربعه هيجددوا عقودهم ومفيش ولا واحد فيهم هيمشي حتى في شهر يناير. ربما يحصل اي جديد مع نهايه الموسم، ده شيء وارد يعني، ممكن تلاقي البعض كمل حتى لو جدد عقده، البعض ما كملش حتى لو برضه جدد، دي حاجه في المستقبل الله اعلم بيها. لكن الكلام اللي زي ده اللي حضراتكم شايفينه ده كلام خاطئ وغير صحيح بالمره، وانا بقول لحضراتكم معلومه مؤكده، الثنائي سواء ايمن اشرف او رامي ربيعه هيجددوا عقودهم بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله خالص ولا كولر حتى طلب حاجه. طيب حساب مبتدا على تويتر قال لك عملاق روبي مهتم بضم قفشه من الاهلي. مبدئيا الصوره ما فيهاش قفشه، يعني الصوره ما فيهاش قفشه، فدي يعني تعتبر غلطه، لكن في كل الاحوال بتحصل مفيش مشكله. لكن اتكلمنا على موضوع قفشه، مفيش اي عرض، هم قصدهم العملاق الاوروبي اللي هو سيلتيك يعني اسكتلندي، مفيش اي عرض رسمي اطلاقا جه للنادي الاهلي بخصوص قفشه، واللاعب مستمر مع النادي الاهلي بدون اي مشاكل والامور مستقره للغايه، وهننتظر كمان قد يكون هناك مفاجاه بتجديد عقد قفشه، ومش هتكون مفاجاه يعني لانه يستحق خلال الفترة المقبلة، مش هتكون فترة بعيدة يعني. اليوم السابع حقيقة مفاوضات الأهلي مع ديفندر الاتحاد السكندري لضمه في يناير، هنا قصدهم على مروان عطية. طيب خد برضو المعلومة دي، مروان عطية حتى هذه اللحظة أو غير مروان عطية الأهلي ما ابتداش مفاوضات مع أي حد، الأهلي لم يبدأ أي تفاوض مع أي نادي بخصوص أي لاعب. هتقول لي يعني الأهلي مش هيجيب تدعيمات في يناير؟ لا هيجيب، بس لسه يعني لسه ما ابتداش مرحلة التفاوض. في يعني طلبات من كولر، طلبها من الكابتن محمود الخطيب واكيد من لجنه الكوره، ده امر مؤكد، لكن التحرك تجاه هذه الطلبات لم يبدا بعد، هيبدا خلال الفتره اللي جايه لان في اجتماع لجنه كوره، وبعديها يبقى في خطوات تتعلق بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في شهر يناير، وده امر هيكون مهم جدا وضروري وحريص عليه قوي كولر، واكيد حريص جدا مسؤولين في النادي الاهلي على تنفيذه طالما دي رغبه المدير الفني. لكن مروان عطيه لاعب مميز جدا في اتحاد اسكندريه، وكان الاهلي لم يتفاوض حتى الان مع اتحاد اسكندريه بشان التعاقد مع هذا اللاعب المميز في وسط ملعب الاتحاد السكندري. فده بخصوص ترند الاهلي وابرز واهم الاخبار. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، لسه عندنا كلام عن النادي الاهلي مهم، استنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين في الحديث عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه المقاولين العرب بكره في بطوله كاس مصر. بالمناسبه مباراه الزمالك ومصري بتتلعب في هذه اللحظات، واعتقد التعادل ما زال سلبيا بين الفرقتين في ربع نهائي ايضا البطوله، بطوله كاس مصر. مباراه اكيد قويه ما بين الزمالك والمصري، لكن الاهم بالنسبه لنا هي التعادل سلبي. هي المباراه بتاعت بكره ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي قدام المقاولين العرب، مهم قوي ان انت تواصل انطلاقتك المميزه في موسم خاص جدا بالنسبه للاهلي وجمهوره. الموسم اللي فات الدنيا كانت صعبه بالنسبه لنا، ما فيش دوري، ما فيش كاس، الدنيا يعني ما كانتش احسن حاجه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، وظروف وعوامل كتيره اثرت بشكل او باخر حتى على المستوى الافريقي. حتى لو وصلت المباراه النهائيه كلنا عارفين الكواليس اللي حصلت والقصه اللي كانت موجوده، لكن للاسف الشديد ما كنتش موفق في انك تتوج باي لقب من الالقاب. فبالتالي الموسم ده خاص جدا بالنسبه لجمهور الاهلي المنتظر بشغف انه يفوز بمختلف البطولات. هل انا بقول حاجه صعبه على الاهلي؟ لا مش صعبه على الاهلي، لكن اكيد في منافسه صعبه جدا، يعني اكيد في منافسه صعبه جدا، لازم انت تكون جاهز بشكل جيد وتحسم امورك بدري بدري. لو بتكلم على صعيد الدوري، حاول باكبر كم ممكن
من النقاط تقدر تجمعه في الدور الاول تحديدا عشان يبقى في اريحيه في الدور الثاني، لان ضغط المباريات هيبقى اكتر على الصعيد الافريقي مع الصعيد المحلي. حتى بطوله كاس مصر اقطع شوط وخد خطوه من خلال الانتصار على المقاولين، فالتركيز على كل مباراه على حده ده امر بيبقى مهم جدا وسمه اساسيه اكيد متواجده داخل القلعه الحمراء. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في تحقيق كل هذه الامال والطموحات. المران بيجرى في هذه اللحظات تدريبات مهمه جدا، اعتقد ابتدت بالظبط في تمام الساعه 5 مساء، يعني قبل 35 دقيقه من دلوقتي اهي قدام حضراتكم بالظبط التدريبات دي، تدريبات حراس المرمى، ادي الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء كمان موجود. ده علي لطفي وحمزه علاء وكان معاهم مصطفى شوبير، واكيد تدريبات مهمه جدا. مش معتادين الفتره الاخيره ان احنا نشوف تدريبات الاهلي الساعه 5، لكن طبيعي النهارده تكون الساعه 5 علشان معسكر، يعني خلاص التمرين نخش المعسكر. فمحمد الشناوي كمان اهو، تدريبات الاهلي على طول بتبقى الساعه 9 الصبح، وده يعني كولر من ساعه ما جه ميعاد التدريبات الساعه 9، لكن النهارده عشان مران بعديه معسكر مباشره فالمران ابتدى الساعه 5. طيب خلينا نطمن بشكل اكبر على كواليس استعدادات الاهلي لمباراه المقاولين بكره. نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق من استاد مختار التتش بالجزيره يطمنا ويقول لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالفريق. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل العزيز امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا توفيق، طمنا على استعدادات النادي الاهلي خصوصا ان جمهور الاهلي متشوق لرؤيه الفريق بعد فتره غياب وفتره توقف، فاكيد عايزين نطلع على كل جديد يتعلق بالفرقه قبل مباراه الغد والتحدي الهام امام المقاولون العرب في كاس مصر. بالفعل يا امير، مش بس جماهير النادي الاهلي، احنا كمان متعطشين طبعا بشكل كبير جدا نشوف النادي الاهلي تاني ومبارياته في الملعب. يمكن الفريق بيعود للتدريبات بعد الاجازه اللي حصل عليها يوم الخميس، اتدرب بالامس صباحا، يوم الجمعه يمكن كان تدريب قوي جدا، ابتدى ببعض التدريبات القويه في الجيم ومن بعدها كمان يعني مواصله التدريبات في ملعب التدريب. يمكن كمان كان في محاضره مطوله امبارح للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اتكلم فيها عن بعض الاجزاء الخططيه والتكتيكيه والمرحله المقبله مع اللاعبين. يمكن كان زي ما قلت لك تدريب قوي جدا سواء للاعبين او كمان حراس المرمى بالامس، النهارده الفريق بيواصل تمريناته، يمكن التمرين برده ابتدى ببعض الفقرات في الجيم، ويمكن تدريب قوي جدا لحراس المرمى بقى بقياده ميشيل يانكونن مدرب الحراس، كان شارك فيه الرباعي طبعا محمد الشناوي، علي لطفي وحمزه علاء ومصطفى شوبير، وطبعا كانت تدريبات قويه بشكل كبير جدا استعدادا طبعا لمباراه الغد باذن الله امام فريق مقاولون العرب في دور الثمانيه من مسابقه كاس مصر 2021-2022. التدريب حالا دلوقتي يا امير قدامك على الشاشه اكيد لقطات منه شغال بشكل كبير جدا، كل اللاعبين الحمد لله مشاركين في التدريبات. يمكن الحمد لله شهدت تدريبات الامس مشاركه حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم في التدريبات بشكل كامل وتام، طبعا ده كان بعد خلاص ان اللاعبين بقوا في فورمه التدريبات الكامله والمباريات، بعد طبعا ما الجهاز الفني والطبي تم دخولهم تدريجيا وبشكل تدريجي للتدريبات. كل الفريق ظهر بشكل اكثر من رائع، ان شاء الله تبقى ان شاء الله بكره بدايه لظهور الفريق من جديد وجمهور النادي الاهلي اللي متعطش يشوف فريقه باذن الله، ويكون انتصار وصعود باذن الله يا امير لدور الاربعه او الدور قبل النهائي في مسابقه كاس مصر باذن الله. كل الاجواء هنا ان شاء الله تبشر ان احنا هنشوف مباراه قويه جدا وباذن الله تكون اقوى عوده للنادي الاهلي باذن الله والصعود للدور الثاني، ودايما يا رب النادي الاهلي يبقى في انتصارات يا امير ودايما يفرح جمهوره الكبير في كل مكان باذن الله. توفيق، يعني موقف حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، يعني انت طمنتنا ان هم بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، لكن هل ليهم فرص في التواجد في قائمه الاهلي لمباراه الغد امام المقاولون العرب ولا لا؟ وفي نفس الوقت عايز اسالك عن تطورات حاله كل من متولي وايمن اشرف، ولو في اي مصابين تانيين كمان طمنا. الحمد لله بطمنك، يعني باستثناء اللاعبين اللي انت ذكرتهم الحمد لله كل الفريق في حاله جيده، زي ما قلت لك حمدي فتحي محمد عبد المنعم شاركوا زي ما قلت لك بشكل كامل جدا في التدريبات وموجودين بيشاركوا ما فيش اي مشكله، وجودهم في القائمه غدا من عدم وده طبعا هيبقى حق اصيل للجهاز الفني، ولكن هم من الناحيه الطبيه هم جاهزين تماما، يتبقى فقط زي ما قلت لك اختيارات الجهاز الفني هل يعني يحتاج يكونوا موجودين معاه ام لا. محمود متولي يمكن يعني زي ما انت اكيد شفت في كادرات كتير جدا معانا امير بيجري عمليات
الجري حوالين الملعب ان شاء الله، يعني برنامجه التاهيلي والعلاجي بيسير بشكل اكثر من رائع، وان شاء الله يعني قريبا يكون مع بقيه الجهاز. طبعا ايمن اشرف النادي الاهلي طبعا يعني والجهاز الطبي والفني يعني زي ما بنقول بيعملوا اقصى مجهود ان شاء الله انه يكون موجود باذن الله ويؤدي برنامجه الاستشفاء والعلاجي مع الفريق ويكون موجود في اقرب فرصه باذن الله، لكن باستثناء كده كل اللاعبين بشكل اكثر من رائع. حالا ان شاء الله باذن الله امير عقب انتهاء المباراه مباشره هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق الليله باذن الله استعدادا لملاقات المقاولون باذن الله غدا في الخميس مساء على استاد الاهلي والسلام باذن الله. وباذن الله زي ما قلت لك تكون عوده قويه جدا للنادي الاهلي ويفرح كل جماهير النادي الاهلي والصعود باذن الله لدور الاربعه في مسابقه كاس مصر ان شاء الله باذن الله تعالى. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش وطمنا بشكل كبير جدا على الاستعدادات النهائيه للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي لمباراه الغد امام مقاولون العرب في ربع نهائي بطوله كاس مصر الموسم الماضي. كل التوفيق والثقه بشكل مؤكد في عناصر الفريق وايضا الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، ومباراه اكيد هتكون قويه ومرتقبه طبعا من جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. في كلام كتير واخبار كتيره ومهمه بتتعلق بكاس العالم سواء تصريحات المدربين قبل وما بعد المباريات المختلفه، خصوصا ان احنا لسه كمان في مرحله المجموعات، لكن هنخش مؤكد في المرحله اللي هتكون اكثر اثاره والدور المقبل بالتحديد دور ال 16 من بطوله كاس العالم. كل التفاصيل هتكون معانا دلوقتي من خلال ترند المونديال. ترند المونديال واخبار كتير جدا هنستعرضها مع حضراتكم ونتكلم عن تفاصيلها، ونبتدي بحساب الرسمي لـ EPL World على تويتر بيقولوا ان دي المباراه الثانيه في كاس العالم لتونس اللي تنتهي او ينتهي فيها الشوط الاول دون اي تسديده للمنتخب التونسي على مرمى اي منتخب، سواء النهارده في منتخب استرالي او حتى في 2002 كان قدام منتخب اليابان. والله كان في الامكان اكثر مما كان بكتير جدا للمنتخب التونسي، لكن فين اداره الماتش؟ فين العناصر الثقيله اللي قاعده على الدكه ما بتلعبش ليه؟ سؤال محتاجين اجابه من المدير الفني للمنتخب التونسي عليه يعني في الحقيقه، لان في مقاومات جيده لكن للاسف الشديد ما تمش ادارتها بشكل جيد. نروح لحساب المنتخب السعودي على تويتر واللي نشر صوره من غرف او غرفه ملابس المنتخب السعودي قبل مباراه بولندا اللي انتهت بفوز بولندا بنتيجه 2-0، ولو كان المنتخب السعودي كسب كان تاهل، او حتى لو تعادل كان خلاص هيكون قطع شوط كبير جدا بخصوص التاهل، لكن للاسف سوء التوفيق. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المباراه المقبله امام المكسيك. لكن يعني رغم غياب ياسر الشهراني بسبب الاصابه اللي تعرض ليها، واصابه كانت قويه جدا في الراس، نتمنى له الشفاء العاجل، لكن كان مكانه محفوظ في غرفة ملابس المنتخب السعودي في لفتة طيبة جدا حتى قبل انطلاق المباراة مباشرة في الصورة التذكارية اللي بتبقى كل منتخب قبل أي مباراة، كانوا ماسكين التيشيرت بتاع ياسر الشهراني كنوع من أنواع الدعم لواحد من نجوم المنتخب السعودي. نروح كمان لخبر آخر وهو بيتعلق بنيمار. وفي الحقيقة المنتخب البرازيلي حاجة كده إيه يعني فيهاش هزار، ناس رايحه تاخد كاس العالم، يعني بشوف من وجهه نظري ده المنتخب المرشح الابرز والاول للفوز بكاس العالم. المنتخب الفرنسي برضه منتخب قوي جدا، هما الاقرب يعني في وجهه نظري، لكن في كل الاحوال النهارده تصريحات لنيمار اللاعب المميز جدا في المنتخب البرازيلي، وقال ده طبعا بعد الاصابه اللي تعرض ليها في المباراه اللي فاتت قدام صربيا، قال اليوم أصبح أصعب يوم في حياتي، لا يمكن تفسير الفخر والحب اللذين أشعر بهما عند ارتداء قميص المنتخب، إذا منحني الله الفرصة لاختيار بلد لكي أولد فيها فستكون البرازيل. قال أنا ما حصلتش على أي شيء في حياتي بشكل سهل، كان دايما في يعني أحلام وأهداف بحاول أحققها، لكن كنت بحاول أوصلها بس كان بيبقى في صعوبات كتير جدا، وأكيد ما بتمناش أي شر لأي شخص، وبنريد كمان مساعدة المحتاجين. أصبح اليوم من أصعب اللحظات في مسيرتي، ومرة أخرى في كاس العالم لدي إصابة، وإحنا فاكرين كلها الإصابة الشهيرة لنيمار في 2014 في البرازيل، الإصابة اللي كانت في الظهر اللي أبعدته عن كاس العالم بعد ما خاض أول ماتش أو اتنين على ما أتذكر يعني. قال أمر مزعج يعني هيؤلمني بشكل كبير جدا، لكن أنا متأكد من أنني سأحظى بفرصة العودة وسأبصر قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي، وإيماني لن ينتهي. وإحنا كلنا نتمنى أن نيمار يرجع عشان المتعة البرازيلية، عشان منتخب برازيلي المميز خط هجوم ناري ما شاء الله يعني، لكن أكيد عودة نيمار هتكون مهمة لصالح محبي كرة القدم في العالم يعني. تصريح ذكي من كيفن دي بروين كابتن منتخب
بلجيكا اللي احنا كسبناهم 2-1. ده من خلال اي بي ال وورلد على تويتر، وبيقول كيفن دي بروين ان المنتخب البلجيكي لا يملك فرصه او فرصه للفوز بكاس العالم، فنحن قد تقدمنا بالعمر كثيرا وفقدنا العديد من اللاعبين المهمين. بيرفع الضغوط بشكل كبير قوي قوي عن اللعيبه نفسها في كاس العالم، وكمان عن المنتخب في المباريات، وعشان كمان طموحات الجماهير البلجيكيه ما تبقاش كبيره يعني الدرجه اللي ممكن تكون صعبه، لكن في نفس الوقت اكيد فرص المنتخب البلجيكي قائمه لانه منتخب قوي جدا وعناصر مميزه موجوده. يعني دي ابرز الامور اللي في ترند او ترند المونديال تحديدا. خلينا ناخد مشاركات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده من خلال صفحات المختلفة على السوشيال ميديا بالنسبة لقناة الأهلي. فريد منتصر قال: في رأيي أنا حتى الآن بالترتيب فرنسا أسبانيا إنجلترا، ده توقعاته يعني مين المنتخب اللي ممكن ياخد. محمد مصطفى وهدان قال: البرازيل إذا أراد ربنا إن شاء الله. البرازيل فعلا أعتقد هي الأقرب طبقا للمباريات اللي إحنا شفناها. يعني دي أبرز التعليقات بتاعت حضراتكم، وكمان دي كانت حلقتنا النهاردة من خلال الترند. ليس لدينا المزيد، بكره مش هنكون معاكم ان شاء الله، بعد بكره نكون معاكم لان بكره مباراه الاهلي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه المقاولين، ويكون عندنا حديث كمان ان شاء الله من خلال حلقه جديده من نفس البرنامج يوم الاثنين اللي جاي، فاستنونا. الى اللقاء.